حضرتك مدرب كبير يا كابتن، ولما نيجي حضرتك ناخد رأي حضرتك في مدرب زي موسيماني أكيد هيكون في مصداقية في الكلام. أفضل ما شفته في موسيماني خلال المباراة، يعني إيه أفضل حاجة قلت لا إحنا فعلا يعني عندنا مدرب كويس؟ إيه اللقطات اللي جذبت نظرك أو المواقف اللي مر بيها النادي الأهلي ومر بيها موسيماني خلال المباراة قدرت منها تقيم موسيماني أداءه؟ بص، انا يعني في حاجات استشفها كده من خلال يمكن رؤيتي برضو الفنيه. دائما اذا كانت هناك العلاقه بين المدير الفني واللعيبه علاقه كويسه وتلاقي في ود، فاللعيب بيبذل اقصى جهد. الحاجه الثانيه يمكن شفتها مستر موسيماني برضو ان هو في هدوء، يعني مش من النوع العصبي. لا هو مبتسم، مش من النوع العصبي، لا يعني النهارده بيدير، مفيش عصبيه، مفيش مش عارف ايه يخبط حاجه، مفيش، لا. العمليه دي برضو بتؤدي ان اللعيبه بتبقى في ارتياحيه داخل الملعب، غير من النهارده مدرب يبقى عصبي مش عارف ايه ويشد ويجري ويضغط. اصلا هي مباراه عصبيه، وهي مباراه عصبيه، فالهدوء في حد ذاته بيدي ثقه للعيبه داخل الملعب.